الحقيقة الحضور فيه كتير جدا جدا من الشباب الجامعات وكليات الفنون الجميلة، وفي حضور من يعني مختلف قطاعات المجتمع. وبعدين الحاجة الحلوة اللي الحقيقة يعني أنا يعني أسعدتني جدا، إن الناس جاية هي بتتفرج على حضارتنا بالظبط القديمة بالظبط اللي موجودة اللي في قاعة المتحف وقاعة الموميات، وبتتفرج على الفن المصري والفن يعني الفن العالمي الكونتمبري أو الفن الحديث. ده هو الاستدامة، هو ده الاستدامة، إن إحنا من 5000 سنة فننا موجود وما زلنا، ودلوقتي إحنا يعني أطلقنا من مصر بلد الحضارة والفنون لأول مرة في العالم يكون في منتدى يناقش يعرض الفنون الحلوة والفنون هو التشكيلية هيستمر العالمية يا فندم كام يوم؟ ويناقش قضايا التنمية المستدامة. هيستمر كام يوم؟ هيستمر لحد يوم الأربع بإذن الله 3 أيام. 19، وكل يوم عندنا حلقات نقاشية يشترك فيها خبراء التنمية مع الفنانين التشكيليين، وبنطلع بقى عمالين بنطلع بتوصيات إن شاء الله هنكمل، هنعمل مبادرات، زي هننفذ ايه؟ مبادرات. ايه أهم التوصيات؟ النهارده مثلا كان اول حلقة نقاشية، اولا الاهتمام بالشباب من ناحية الفن التشكيلي، دي نقطة مهمة جدا، دخول الفن التشكيلي في قضايا التنمية في التخطيط لقضايا التنمية يبقوا موجودين، يعني من الأول الفن التشكيلي يبقى موجود. الفن التشكيلي والصحة مثلا من ضمن الحاجات، لأن الفن التشكيلي ممكن يوعي بقضايا كثيرة جدا برضو. فطلعنا بمجموعة كبيرة جدا، وكان أنا كنت سعيدة جدا بوجود الشباب الجامعات زي ما قلت لحضرتك، وبوجود يعني الخبراء التنمية هم بيدونا أفكارهم، وإزاي الفن التشكيلي هو كمان اقتصاد إبداعي، يعني هو ضمن منظومة التنمية فعلا، لأنه يعتبر كرياتيف ايكونومي أو كرياتيف بيزنس بمعنى الاقتصاد الإبداعي، له دورة يعني عمل من أول ما الفنان بيشتري الكانفاس وبعدين الألوان وبعدين يرسم اللوحة وبعدين تتعرض اللوحة، يعني الدورة دي كلها بتشغل يعني ناس وبتقدم فرص عمل وبتشغل صحيح. يعني الإجراءات الوقائية برضو، طالما أنه هناك عدد كبير من الحضور، أكيد في إجراءات وقائية علشان نحافظ على سلامة الناس اللي موجودة. طبعا لا ما فيش ممنوع دخول اي انسان دون ارتداء الكمامه، ما فيش احنا وما فيش حد بيسلم على حد اصلا، يعني هو دلوقتي احنا كلنا هنا في مصر لازم نكون واعيين للنقطه دي، فاحنا في اجراءات احترازيه مشدده جدا جدا متخذه في المنتدى عشان خاطر الكل يستمتع بالفن، لأن يعني دي حاجة جميلة أصلا يعني، ويستمتعوا بالمتحف برضو، في نفس الوقت احنا بناخد احتياطاتنا بارتداء الكمامات حسب يعني النصائح طبعا، أنا أو سعيدة جدا يعني إن احنا بنقيم هذا المنتدى بهذا الحضور الكبير في المتحف نفسه، لأنه المتحف كمان ليه خصوصية كبيرة جدا. حقيقي هذا المتحف الحقيقة من أنا مهما أروع أقول المتاحف الموجودة، واللي عجبني إنه مش بس إن أنت ممكن تروح إنك تتفرج على المقتنيات الأثرية، لا كمان أنت من خلال المتحف ممكن تكون منارة ثقافية، تعليمية، بحثية وفنية كمان في نفس الوقت. فنتمنى إن كل المتاحف في مصر يعني تبدأ في هذا الاتجاه، ان احنا نقيم فعاليات ثقافية زي المنتدى طبعا الضخم. دي كلها رسائل مهمة وإيجابية للخارج يعني. انا اتمنى لان يعني خلق الجمع ما بين حضارتنا العظيمه المصريه اللي هو كل الفنانين اللي جايين من بره الاجانب يعني مذهولين من المتحف ده،
يعني الحقيقة يعني حاجة احكي بديعة لنا بقى جميلة. الانطباعات لما دخلوا واتفرجوا على الكنوز وعلى اللي احنا طبعا مطبقين في المتحف ده كل الوسائل الحديثة، يعني استخدام بالظبط. كل التكنولوجيا الحديثة في عرض المقتنيات، كان ايه بقى انطباعاتهم؟ كانوا بيقولوا ايه؟ يعني احكي لنا كده الكواليس. حاضر. لا هو الحقيقة يعني احنا تم افتتاح المعرض او المنتدى امبارح بعد الظهر الساعة 6، وكانت الكلمات كلها كهي الدكتورة هالة السعيد والدكتورة غادة والي ومس إلينا بانوفا والدكتور خالد غنيم، سوري الدكتور أحمد غنيم اللي هو رئيس المتحف، ومعانا هو الدكتور أحمد شلبي رئيس شركة تطوير مصر اللي هي الراعية الرسمية للمنتدى. فالأجانب بقى اللي جايين والعرب وكده داخلين بيتفرجوا على يعني كانوا يعني مذهولين مبسوطين سعداء اتفرجوا على قاعات المتحف وقاعة المومياوات والقاعة اللي فيها الآثار الإسلامية والقبطية وكل ده، وفي نفس الوقت كمان بيعرضوا لوحاتهم. ففي عندنا مجموعة كبيرة جدا من الأجانب سواء اللي جايين من بره أو كمان حضر مجموعة كبيرة جدا من السفراء الأجانب حقيقة معانا، أنا يعني سعيدة بكلام فأنا حضرتك. فخورة جدا الحمد لله. بلدنا بلد جميلة، بلد الحضارات، بلد الفن. يعني كان عندنا ممكن منتدى شباب العالم والنهارده بنستقبل المنتدى الدولي للفنون، فيعني احنا اكيد كمان فخورين جدا وسعداء بكل هذه الفعاليات المهمه كده مع بدايه 2022. مصر يعني الحقيقه يعني على طول بتبهر العالم باقامه مثل هذه الفعاليات مع تطبيق طبعا كل الاجراءات الوقائيه، فدي صوره مشرفه جدا لمصر لكل دول العالم. دكتوره الحمد رندا لله. فؤاد رئيس المنتدى الدولي للفنون، شكرا لك يا فندم.